السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناه وصفات سحريه مع مايا، والنهارده ان شاء الله باذن الله جايبه لكم وصفه حلوه قوي 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 يا بنات، لتنحيف البطن وللتخسيس. هتخسي يعني هتخسي، والمشروب اللي احنا هنعمله النهارده قنبله للتخسيس، هيخسسك بسرعه رهيبه جدا وهينزل كتل من دهون بطنك في خلال ايام بسيطه. هتلاحظي تخسيس وتنحيف لبطنك، عند الجناب، عندك كمان الوصفه بتاعتنا النهارده دي ممتازه كمان لمرضى القولون العصبي، ممتازه كمان للناس اللي بتعاني من سوء في الهضم. وكمان احلى حاجه فيها ان هي بتزيل الانتفاخات اللي بتكون متراكمه في البطن، وكمان بتزيل الميه اللي بتكون تحت الجلد او الميه المخزنه في البطن. وكمان هنعمل كمان وصفه لشد الترهلات ولشد البطن، على اساس ان احنا ننزل البطن بشكل سريع جدا جدا والجناب، وفي نفس الوقت كمان نعمل على شد ترهلات البطن وتكون بطننا منحوته وجسمنا رشيق جدا. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر وتفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو الله يسعدك يا رب، وكومنت حلو. اول حاجه يا حبايب قلبي هنضيف اول مكون معايا، وهو الزنجبيل الباودر. والناس اللي ما بتقدرش تستخدم الزنجبيل ممكن تستبدليه بالكمون المطحون بالشكل ده. هناخد معلقه صغيره من الزنجبيل الباودر، تمام؟ ولو عندك زنجبيل فريش يبقى قطعه مبشوره من الزنجبيل الفريش، تمام. وهنبدا ان احنا ننزل بتاني مكون، وهو القرفه او الدرسين. هناخد منه برده ربع معلقه بالشكل ده، تمام، على في الكوب بتاعي، تمام. هننزل بربع معلقه من الكزبره الناشفه، الكزبره الناشفه، ولو ليها اسم تاني اكتبوه برده في الكومنتات. هناخد ربع معلقه بس من الكزبره الناشفه، تمام تمام. هننزل بالميه المغليه بالشكل كده على المشروب بتاعي، مشروب حارق للدهون يا بنات، ممتاز ممتاز ويمكن اكتر من ممتاز. دلوقتي هنضيف حاجه وهي السر في الوصفه بتاعتنا دي، وهي الليمون الناشف او الليمون المجفف. بصوا يا حبايب قلبي، برضو لو ليه اسامي تانية اكتبه، بس انا ايه هوري لكم شكله اهو، اهو اللي احنا بنحطه في الكبسه ونحطه في الاكل بتاعنا، تمام. الليمون الناشف، انا اسفه، الليمون الناشف ده يا بنات من الحاجات الممتازه جدا جدا للتنحيف، وخاصه دهون البطن، ممتاز يا بنات، فظيع 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 للتنحيف، تمام. هناخد منه بس نص ليمونه اهي، هنقسم الليمونه نصين وهنحطها في الكوب بتاعنا بالشكل ده اهو، وهنبدا ان احنا ننزلها كده بالشكل ده اهو اهو، تمام، في الكوبايه بتاعتنا. وهنعمل ايه بقى؟ هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. بعد ما نزلتي الليمونه بتاعتك بالشكل كده او نص الليمونه بالشكل ده في الكوب بتاعك، هتبداي تغطيها بالشكل ده، تمام، وهتسيبيها لمده ربع ساعه لما تبرد خالص، تمام، لما تبقى بارده كده ودافيه، تمام. وبعد ما هتسيبيها تبرد خالص هتبداي تشربي كوبين في اليوم، كوب قبل وجبه الفطار بساعه وكوب قبل النوم على طول. هتشربيها لمده 3 ايام، اتفرجي على بطنك، اتفرجي على نزول وزنك، اتفرجي على الراحه اللي انت هترتاحيها في معدتك، اتفرجي ان انت بطنك دي هتكون منحوته وهتلاقي كتل من الدهون نزلت منك حتى لو كانت متخزنه ان شاء الله من سنين. وكمان مش بس كده، لو عندك ميه زياده في جسمك هتتشال، تمام. دلوقتي هنعمل مع بعض كريم حلو جدا للناس اللي بتعاني من السلوليت او بتعاني من ترهلات الجسم، سواء الرجلين او عندك ترهل في دراعاتك او عندك ترهل في بطنك او عندك ترهل في جنابك في اسفل البطن. الكريم ده بمجرد ما هتدهنيه هيشيل الترهلات تماما. دلوقتي حبايب قلبي هنركن المشروب بتاعنا، زي ما قلت هنشربه مرتين في اليوم. دلوقتي هنجيب زي ما انتم شايفين بولة بالشكل ده، وهنبدأ نحط فيها المكونات، والمكونات كلها من بيتك، المكونات كلها من بيتك، مش هتتكلفي فيها شيء ولا هتشتري حاجة من برة خالص. هنبدأ ناخد معلقة من القهوة او البن زي ما انتم شايفين القهوة،
طبعا اي نوع قهوه مش مشكله، مش لازم نوع قهوه معين، تمام. بس القهوه اللي انا بستخدمها واللي مجرباها القهوه البن الساده الفاتح بالشكل ده، تمام. وهنبدا ننزل عليهم ربع معلقه بسيطه من القرفه او الدرسين. القهوه يا بنات من الحاجات الممتازه جدا جدا للسلوليت، مع القرفه ممتازين جدا المكونين دول للسلوليت وللترهلات، بيشدوا الترهلات. وعلى فكره عايزه اقول لكم ان الوصفه دي مش بس تنفع لترهلات البطن او بتشد ترهلات البطن، لا، بتنفع لجميع اجزاء الجسم، حتى لو عندك ترهلات في الصدر بتنفع جدا وممتازه جدا لترهلات الصدر، وبتنفع لترهلات الذراعين ولترهلات الساقين، اي ترهلات عندك في جسمك، تمام. هنبدا ان احنا نضيف عليهم الزيت ده، وهو زيت النعناع. ولو مش متوفر عندك زيت النعناع يبقى حطي عندك كذا زيت بديل. لو ما عندكيش زيت نعناع ممكن تحطي زيت جنين القمح، لو ما عندكيش زيت الجنين القمح ممكن تحطي زيت لبان الذكر او العلقه المره. لو ما عندكيش زيت لبان الذكر يبقى هتحطي زيت زيتون، وده اخر خيار ليكي. يعني قدامك يا اما نعناع، زيت نعناع، يا اما زيت جنين القمح، يا اما زيت لبان الذكر، ماشي، يا اما زيت زيتون، وده اخر خيار ليكي لو انت ما عندكيش اي نوع زيوت من الزيوت اللي انا قلتها، تمام. حطينا احنا كده 3 معالق صغيرين من زيت النعناع، وطبعا زيت النعناع من افضل الزيوت لتنحيف البطن والشد السلوليت والترهلات، تمام. احنا عايزين القوام بتاعنا يبقى سايل بالشكل ده، يبقى زي الشوكليت بالظبط، تمام. قلبناهم مع بعض يا حبيبة قلبي بالشكل ده اهو. هتبدأي تعملي ايه؟ هتبدأي اولا المكونات دي هتقدري ان انت تحتفظي بيها او تعيش معاكي، هتقعد معاكي فترة، تمام. هتبدأي ان انت ممكن تحتفظي بيها في علبة وتبدأي تستخدميها ككريم او كزيت ليلي. هتبدأي تدهني بيها بطنك كويس جدا، هنعمل مساج للبطن عشان نفتح المسام بالمية الدافية، وبعد كده هنبدأ ان احنا ندهن الكريم ده وهنسيبه على بطننا. لو تقدري تعملي اللف التنحيفي يبقى كويس جدا. واللف التنحيفي ده يعني ايه؟ يعني انت بتجيبي كيس نايلون، اللي هو النايلون بتاعك اللي هو الاسترتش ده، وتبدأي ان انت بعد ما تدهني الكريم ده تبدأي تلفي بطنك بيها وتسيبيه على بطنك لمدة 3 ساعات. لو ما عندكيش مش هتقدري تلفي بطنك، مش مشكلة خالص، تدهني كده وتلبسي التيشيرت عليه وتسيبيه على بطنك لمدة 3 ساعات. ولو تقدري تدهنيه وتنامي يبقى جميل جدا، وهيجيب معاكي نتيجة أفضل. والموضوع ده زي ما قلت لكم ينفع للبطن وينفع للساقين وينفع للذراعين وينفع للثدي كمان. يا رب تكون الوصفة عجبتكم واستفدتم منها يا حبايب قلبي. ما تنسونيش في اللايك. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.